استطلعت آراء عدد من العراقيين داخل العراق بمناسبة الذكرى 16 للغزو الأمريكي للعراق عن رأيهم بهذا الغزو وما أسسه من نظام سياسي، نشاهد. حقيقة الاحتلال، يعني الوضع في العراق في ظل الاحتلال الأمريكي من 2003 إلى 2019 سنة عن سنة للأسوأ، يعني ما في يوم احنا شفنا بادرة خير لهذا البلد. واحنا نعرف العراق هو اغنى بلد بالعالم من حيث النفط، المياه، يعني الايدي العامله كلها، بس حقيقه احنا ما جانا المسشي يعني في صالح المواطن والوطن، وهاي يعني كلها هي امريكا غايتها هي تدمير الاقتصاد العراقي، ونسال الله سبحانه وتعالى يخلصنا من هذا الشر ونعيش سعداء كما مثل ما يعيشون العالم. ليش يعني شنو الفرق؟ موارد عندنا، خيرات عندنا. كنا ننتظر نحن المواطنين إشراقة أمل على العراق وظهور شمس الحرية كي يتمتع المواطن العراقي بكل ما يحتاجه من وظائف ومن سكن ومن أشياء أخرى كان الإنسان العراقي أو المواطن العراقي يفتقر إلى هذه الأشياء. والأحداث التي جرت، كل هذه الأحزاب وكل هذه الحكومات لم تقدم شيء مما أصاب المواطن العراقي بإحباط كبير وخيبة أمل.